لك اليوم كتب عليا وكاله قال له قال لهم عندي غلام حدق وفهم وكلت عن طريق أشود لعداله قال لهم عندي غلام حدق وفهم وكلت عن طريق أشود لعداله إذا جيت من الجريد نشري له خادم وبنزوج له جنون بني لزمالة شايات سيدي حين غاب ورجات للدار عزم نعلمكم يا سمعين بشر الحد المسالة نلقاون في شهرات ولبست خوات وعقود من الجوهر وكل شي على كمالة عيدان والربايب عس الآلات ناغم قانون وسنطير قانون وسنطير وجا وقتل بذالة يا مبهقة العذراء يا مدى توالم آه
يم بهقد العذراء يم حنان اوصلها بيت من فوق النهود وضحك ولعب مبارك ذاك اليوم حينك من الشهر يا كرامي مبارك ذاك اليوم نحييك من الشهر يا كرامي وبعد سيدي بريا وصي ويقول يا عبد بالك بالك من طرشون راح قدامي من نوراني مريض مضرور هالك راهو اسمه بن كرام سبي بن كادي من نوراني مريض مضرور هالك اقلب لي ضد الجواب
باش تبقى معايا سالك بعتلو بريا وعني تالو بشي هادي فيها هنيتو وقلت له الخلف كلامك انا صرتك الميل في قصادي مطلب رب المعبود جواد ملك آه يعمل الأشواق حتى يبقى يدادي نبقى أنا يا وحدي وليس معي مشارك عقبنا شهرين أنا ورقيق الحواجب عقبنا شهرين أنا شوم داك اليوم حين جا سيدي من صفر يا كرامي شوم داك اليوم حجا سيدي من صفر يا كرامي وخرج للحومة وسل الناس لوذي Yeah.
يلولو عندك ولا محدك وحرامي خانك في روضامك ورد لك بالخديعه نسمعوا في المغاني عيدان والربايب حسن الآلة بديعة بديعة ادخل سيدي مشغشاب وضربك حيل نيامي قال لها عبد الله ريتو يدير دشيني وحلف بيمين لغناني نبيع حين صباح الصبح وشدني من حزامي للسوق الداني ولقيت ناس الوديعة للسوق الداني والسامعوا مني الغرايب شعلت جمهارة أقول تروح غلام في رداهم ما العمارة تروح غلام في رداهم وشي خسارة ما البرك داك اليوم يا طوعياني ويا القمري وصرق الجنحان جمل وسعاني وسلم لي على بنات سلمسان كانك سيساني وحد لا تقرا فيها مال اديني خبري يا من دبلت العيان وعياني
للدرب قلت لهم انا نغلب كي هبطت للدرب قلت لهم انا نغلب فيا ما يعجب سوتي فيها وخمس الوان يا حرير ومذهبك مخلن طلاس شاش الروام اديني خبر اليمين ادبرت الاعيان لبنات البهجة يا طيري نرجع ونسيلك لبنات البهجة تتفرج فرجة في البهاء والزين الفتان العين الكحلة والحواجب مثل القيطان اديني خبري اليمنى دبالت العيان القصر العالي موني وعوالي مع بنات القصر العالي عزموا على قتالي ويا إله وين طار الرحمن بلغ لسلالي من هواها وقود الميران اديني خبري اليمنى دبرت الأعيان سمع نظمي وخذ ما في معاني رسمي يا سمع نظمي وخذ ما في معاني رسمي بين سهلة اسمي وشايع في جميع القطاع طغتي الأم وقهرت جميع الفرسان اديني خبري اليمنى دبرت الأعيان يا طبع عيالي ويا I'm not your prisoner.